بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله النهاردة معدنا مع الدرس رقم 120 من دورة أوتوبلي ميديا ستوديو الإصدار الثامن تحت رعاية موقع وقف أونلاين دوت كوم. إن شاء الله إخواننا هنتكلم دلوقتي على درس أو مثال هناخد فيه الكومبو بوكس والليست بوكس والجداول أو التيبل والسترينج أو النصوص أو سترينج مانيبوليتي. ندخل بسرعة مثال ونشوف المثال هيتكلم ازاي. المثال بتاعي عايز اقسم مثلا او عندي مثلا مجموعة من هنا هحول كومبو بوكس اهو، هحط هنا مجموعة من الدول العربية ويظهر هنا ليست بوكس. طبعا لكل دولة من الدول دي معلومات عنها زي المساحة، عدد السكان، العاصمة، عدد الولايات أو المحافظات أو الأجزاء بتاعتها، تمام، أو الإمارات، تمام، مش الإمارات اللي هي الدولة اللي هي الإيه الإمارة من إيه الإمارة، يعني عدد الإيه أكثر من إمارة فيها. طيب كده هتعامل بالمنطوق ده إزاي؟ وخلي بالك أنت ممكن تظهر هنا او ممكن تعمل انبوت كمان، يعني انت ممكن تعمل ايه هنا ايه انبوت، تمام، يعني ممكن تعمل هنا تزود انبوت اول ما تختار من هنا يبتدي ايه هنا. طيب تعال اول شيء اخوانا نفضي البيانات اللي هنا اهو ونعمل الجدول بتاعنا، تمام، اقول له هنا بروجكت جلوبال فانكشن، هبدا اعرف الجداول. اول شيء هحجز جدول كبير للايه العرب countries، تمام، بيساوي جدول اهو، وابدا اعرف شويه جداول صغيره فيه، تمام، هقول له مثلا جدول اسمه ايجيبت، تمام، او اي جي واي. انا صراحه المفروض الاسم ده ما يعجبنيش بتاع ايجيبت بصراحه، هقول له ايجيبت، المفروض اسمها مصر، حتى بالانجليزي اسمها مصر برضه، دوت مثلا ايه وليكن مثلا دوت كابيتال بيساوي كايرو، تمام، ويجي دوت مثلا عدد السكان بيساوي مثلا 80 مليون، ده رقم مش عارف 80 ولا 85، المفروض 85 مليون، تمام، كمان صفر وكمان صفر، تمام. هنقول مثلا عدد الايه الولايات، تمام اهو، او مثلا يساوي مثلا 26، تمام، دي اول دولة. طيب هناخد دولة تانية اقول لك السعودية، تمام، هيبقى مثلا تمام الرياض على ما اعتقد، طبعا هتبقى هنا كيس ايه مثلا تاريخ السكان صراحة معرفوش، بيساوي أي رقم وليكن مثلا 5 مليون، 5 مليون ايه بس، 30 مليون، تمام، وليكن كمان الولايات الداخلية برضو معرفش، وليكن مثلا ايه 15 ولاية أو 15 مدينة داخلية احنا بنفترض، تمام. وعندنا مثلا كمان هنا خباك احنا الكلام ده الجداول دي لسه هتتعدل، حتى القيم هنا هتتعدل، الجداول هتتعدل والقيم ايه هتتعدل، احنا بس بنبتدي بس كده. هقول له مثلا قطر، تمام، هنا هيبقى قطر، قول مثلا التعداد بتاعها وليكن مثلا 10 مليون،
وليكن مثلا، وهنا وليكن هنا مثلا عدد الولايات بتاعتها مثلا وليكن 10. تمام كده عندي 3 دول. ناخد كمان دولة، واللي خلي بالك هنا قطر اهو. تمام عندي هنا كمان دولة وليكن مثلا ايه الامارات، هنا تمام. دبي لكن مثلا 15 مليون، مثلا نقول لكم هم تقريبا 7 امارات. تمام على ما اعتقد. تمام يبقى كده كونت جدول. هقول له بقى العرب كانتريز، مع احترامي طبعا لباقي الدول والله اقصد اي شيء. تمام هقول له هنا العرب كانتريز، خلي بالك هنا هرتبهم بالارقام، هنعرف دي دلوقتي، هنا هرتب بالارقام وهنعرف ليه دلوقتي. هنا 1 بيساوي اي جي، الجدول اي جي. 2 اهو كي اس اي، وهنا قطر، وهنا مرض. طيب كده جميل جدا، انا كده عرفت جدول زي المعروف وجداول صغيرة. ده هيبقى العنصر في ده، العنصر الاول وده التاني وده التالت وده الرابع. طيب شيء جميل خالص. اول شيء يا اخوانا عايز اعرفه اللي انا اظهر اول ما الصفحة تبدأ، اللي بالك اهو اظهر قيمة هنا في الانشو، هظهر كل الدول اللي في العرب كانترز، هظهر ايه كل الدول. في مشكلة في كده؟ لا. جميل يا اخوانا جميل. هظهر ازاي في الانشو؟ هقول له ها فور تمام اي ان بيرز اللي اسمه عرب كانترز، تقريبا نجيب اسمه اهو دو، وهنا انت تمام. طيب خلي بالك بقى هتضيفه بقى، هتقول له كومبو بوكس دوت اد ايتم، هتضيف الايه في الكومبو بوكس واحد التكست. التكست اللي هيظهر هيبقى مشكلة بالنسبة لك. ليه؟ خلي بالك هنا لازم يتحط سترينج او رقم، وهنا لازم يتحط سترينج او رقم. خلي بالك من ده، هنا لازم يتحط سترينج او رقم، وهنا لازم يتحط ايه سترينج او رقم. تمام طيب ما هو دي في مشكلة. خلي بالك هنا ممكن يبقى نل عادي، يعني هنا ممكن يبقى ايه نل. طب في هنا عندك مشكلة، هتجيب الاسم منين؟ يعني انت هنا هتجيب الاسم، انا ممكن اقول له ضيف لي مثلا، ما انا ممكن اقول له هنا ضيف لي مثلا في الاسم عرب كانتري ها دوت، او هنا اندكسد باي اي، يعني اتفرض بالاي. طب شوف الاي هنا الاول ده كام؟ خلي بالك ده المفروض 2، ده 3، وده 4. الاول هيبقى ايجي. طب الايجي ده نوع ايه؟ جدول، هيطلع لك خطا. تمام يبقى لازم هنا نعمل كمان هنا اهو دوت نيم اسمها عشان اخليها تظهر. وصلت يا اخوانا؟ تمام اخليها تظهر. هقول له ايه اهو، طبعا هي المفروض اسمها حتى في القران اسمها مصر، حتى في الايه في الانجيل اسمها مصر. تمام برضه هنا كي اس اي اهو دوت نيم. يبقى خلي بالك انا زودت هنا النيم ليه؟ عشان ده يظهر لايه لاسم للايه في الاسم. تمام السعوديه وهنا برضو قطر دوت نيم اهو دوت نيم بيساوي ها بيساوي قطر، وهنا الامارات
دوت نيم بيساوي ها الامارات. طيب كده سهل بالنسبة لي، خلي بالك من دي، سهل بالنسبة لي. مش ده بيروح لك لاسم الجدول، يعني ده مثلا في الاول جاب مصر، بعدين السعودية، جدول السعودية الاول جاب جدول مصر، جدول السعودية، جدول قطر، جدول الامارات، خلاص. طيب انا هقول له هنا دوت نيم، صح؟ دوت ايه؟ نيم. يعني بقول له روح في العنصر الاول، ده بيساوي جدول مين يا اخوانا؟ بيساوي جدول الجداول، الاول هيبقى مصر، الثاني السعوديه، الثالث قطر. ده مش احنا قلنا اسم الجدول الاي ده هيبقى متغير 1 2 3 4 لان عددهم 4، لو عددهم 100 هيلف 100 ايه؟ 100 مره. تمام؟ هقول له دوت نيم، هيروح يجيب لي الايه؟ الاسم اهو، عرب واحد، انا دلوقتي واحد دوت ايجي، يروح للجدول ايجي دوت نيم، يجيب لك مصر، يضيف لك مصر، وهكذا. خلاص؟ تمام يا اخوانا. ثم ها اتنين يروح للايه؟ السعوديه اهو، يرو دوت نيم كذا. تمام؟ تمام. دايما بجيب باسم الجدول ها الايه الكبير. ليه؟ انا ممكن اغير مثلا، اخلي مثلا السعوديه مثلا رقم واحد. خلاص؟ ممكن اخلي هنا اهو السعوديه رقم ايه؟ واحد. نخلي دي اتنين، السعوديه رقم واحد. عادي ممكن ابدا العنصر الثاني قبل الاول عادي. تمام يا اخوانا؟ طيب قلت له دوت نيم. طيب هنا بقى الاندكس اللي هينضاف، الاندكس هنا اللي ايه، او للاسف الداتا اللي هتنضاف هتتخزن جوه، هخزنها باسم ايه؟ لو انا خلي بالك، لو انا خزنتها بالاسم مش هينفع، هو هينفع بس هتبقى لفه او طريقه طويله. لو انا خزنتها بالعاصمه هتبقى نفس الفكره. حل الوحيد اللي انا خزنها عن طريق الاندكس، عن طريق الايه؟ الاندكس. عرفت ليه انا هنا عملت اندكس عن طريق ارقام؟ اصل لو كنت قلت له خلي بالك عرب كونتري دوت مثلا ايجيبت بيساوي الجدول ده وخزنت القيمه دي جوه، هيقول لك لا استنى. تمام؟ انت كده بتديني فهرس. حتى لو رضا يتخزن، حتى لو خزن في الايه؟ في الداتا، لما يجي يرجع لك هيرجع لك سترنج، هتقول له عرب كونتريز دوت سترنج كده. ينفع؟ ما ينفعش. يبقى حلك الوحيد في التعامل مع الجداول والكومبو بوكس والليست بوكس اللي انت تهرس عن طريق الايه يا اخوانا؟ الارقام للجدول الكبير. ليه؟ اصل ده هيدخل، ها هيدخل الرقم، هيدخل جوه، هيبقى سترنج. تمام. ولما يطلع هعوز انادى عليه، هحول رقم بسهوله جدا، احول الرقم بس. وصلت يا اخوانا؟ يعني بسهوله جدا ان انا احوله لايه؟ لرقم. بس ما ينفعش ان انا احوله لمتغير. تمام. هي دي العله اللي انا عملتها. يبقى هخزن، لما اخزن في القيمه اللي هتتخزن في الداتا هقول له خزن لي اي اللي هو ايه؟ الاندكس بتاعي. الاندكس بالنسبه لمين؟ للعرب كانترز اللي انا حطيته هنا، قلت له مع كل فهرس في الجدول بتاع العرب كانترز. تمام؟ يبقى هنا يتخزن القيمه بتاع الايه؟ هنا هيتخزن الاسم، هيظهر للمستخدم، وهتبقى في الاندكس هيبقى ايجي 2، السعوديه 1، قطر 3، الامارات 4. وصلت يا اخوانا؟ تمام. تعالى نطبق ونشوف. اهو السعوديه، مصر، قطر، الامارات. وصلت يا اخوانا؟ اظن كده بفضل الله اهي وصلت. تمام. طيب عرفنا جدول زي ما قلنا، ورحت جبت هنا اهو، عرفت جدول بالاسم وكل شيء، مفيش اي مشكله خالص اهو. تمام. وعملت يعني حاجه جميله اهي. تمام. طيب وجيت هنا قلت له لو سمحت مع الجدول الكبير حط في الكومبو بوكس الجدول الكبير، ها كل عنصر فيه وحلل الجدول الفرعي دوت النيم اللي انا حطيته، وحط لي قيمته الاندكس اللي في الجدول الكبير اللي هو عرب كانترز دوت واحد، عرب كانترز اثنين، عرب كانترز ثلاثه واربعه. تمام. تمام. هنيجي بقى للي بعده. ايه هو اللي بعده؟ اثناء اختيارك المفروض هنا اول ما تيجي تختار في الحاله تكون سيلكت، ايه اللي يحصل؟ يجيب لك الاندكس هنا ويروح للجدول الكبير دوت الاندكس، دخلك على الجدول الصغير. تمام. ولكن انا اخترت السعوديه، السعوديه رقمها كام؟ واحد. يروح هنا انا اخترت السعوديه، هيرجع لي القيمه بتاعتها الداتا المخزنه واحد. تمام. يروح يجيب لي، يبقى عرب كانترز
العنصر الاول هيوديها لجدول السعوديه، هقول له بقى هنا ضيف لي بقى هنا كل اللي في ايه العناصر اللي في جدول السعوديه ضيفها لي هنا. تمام، تعالى نعمل الكلام ده برمجيا. هقول له هنا في الحدث اون سيلكت اول شيء هجيب الداتا، هقول له اس تي ار داتا، خلي بالك عشان هحولها رقم دلوقتي. ليه؟ لان انا هستخدمها رقم، هي بترجع لي بسترينج بس انا هستخدمها رقم. ليه؟ اصل انا حضرتك هنا مفارس عن طريق ايه؟ الارقام. تمام. هقول له اس تي ار داتا، او هقول له ان داتا، حول بقى مره واحده بيساوي ها كومبو بوكس دوت جيت ايتم داتا، هياخد مني اسم الاوبجكت وهنا الاندكس، هقول له اي سيلكشن، الحدث اي سيلكشن او المتغير اي سيلكشن اهو. تمام، خزنتها في الان داتا، معنى كده لازم احولها لايه؟ سترينج دوت تو نمبر اهو. خلي بالك اللي هيجي من هنا كله، اللي هيجي الاندكس هيجي عن طريق الايه؟ رقم، اسف، عن طريق سترينج احوله له رقم بس. عايز تعملها على سطرين ماشي، تعملها على ثلاث اسطر، تجيب ده وتحطه وتجيب ده وتحطه وتحوله ماشي. تمام، اللي يريحك. انا بقول له كومب، انا هحول رقم، هتحول رقم ايه؟ او الاول كومب بوكس، هات لي الداتا اللي متخزنه في المستخدم مختار، سواء اندكس 1 2 3 او اندكس نون، هات لي الداتا اللي متخزنه فيه، ولو سمحت حولها لي الرقم، حولها لي ايه؟ لرقم. جميل جدا. بعد كده هعمل ايه؟ خلاص ما انا جبت الرقم اللي هو الاندكس، خلي بالك بقى اقول له فور، خلي بالك من الحته دي. لو انا عايز اجيب كل عناصر جدول السعوديه اعمل ايه يا اخوانا؟ كنت بقول له فور ان بيرز اللي اسمه كي اس اي صح، دو اعمل كذا، وفي الاخر بان الايه باند. طيب مش الجدول ده بيساوي هو ده، اسف، هو ده، يبقى الجدول ده اهو بالعقل هو ده صح. طيب يعني مش ممكن اعوض عن اي مكان في ده، اعوض عن ده ممكن، تعال نجرب. خلي بالك هقول له هنا ايه؟ فور، ها فور ايه؟ الاي ان بيرز، ها المفروض لو المستخدم اختار كي اس ايه يجي له جدول كي اس ايه. طيب ما انا عندي الجدول الكبير اللي اسمه عرب كانتريز اهو عندي هو، وعندي الاندكس اللي المستخدم اختاره، الاندكس اللي المستخدم اختاره اهو، هقول له في الجدول عرب كانتريز الفهرس بتاعه ايه؟ ان داتا. يعني لو اختار السعوديه، لو اختار اسف الاندكس واحد، هيقول له كامبرس الاندكس واحد اللي هو جدول مين؟ السعوديه. هنا دايما اسم جدول صح؟ هو ملوش دعوه بالصيغه اللي تدخل، الصيغه اللي تدخل له بقى. الصيغه جت بالشكل ده بالنسبه لجدول كبير اكبر منه. تمام؟ اتفقنا يا اخوانا؟ اهو دو اند. تاني الحته دي قلت له لو سمحت هات لي الداتا اللي متخزنه وحولها لي رقم، حولتها رقم ليه؟ اصل انا فرس هناك عن طريق ارقام. وقلت له بدل ما اقول له الكي اس اي او جدول اي جي او جدول قطر او جدول الامارات، تمام، انا مش هتفرق معايا صح؟ هل هتفرق معايا؟ انا مش هتفرق معايا، انا بقول له عرب كانترز الفير ده اللي المستخدم اختار بس. روح ها روح ايه ضيف بقى، يضيف ايه؟ هقول له ليست بوكس دوت اد اد ايتم، بياخد مني اسم الليست بوكس، التكست، التكست اللي هيظهر ها التكست اللي هيظهر ايه يا اخوانا؟ هقول له مثلا وليكن ايه الفهرس اللي هو الاي. طب والنص اللي هيظهر، خلي بالك من الحته دي بقى، النص اللي هيظهر قدام المستخدم، تمام خلاص. طب لا هنا اسف، هنا الداتا، التكست والداتا، هنا الداتا بقى خلاص ممكن تقول له القيمه، ممكن تقول له الايه القيمه. تعال نجرب، خلي بالك انا عندي اهو البيانات اهو، انا مثلا اقول لكم اخترت السعوديه، يروح للسعوديه اهو خلاص كي اس اي، انا رحت الجدول كي اس اي اللي هو هيبقى ايه عرب كانترز، ها الاكس بقى واحد، المفروض ان هو المستخدم مختاره اللي انا عملته هنا متغير ده صح، عملته انا فرضا اللي هو خلاص. طيب هو واحد يروح لجدول السعوديه ماشي، جدول السعوديه قلت لي، قلت له لو سمحت معقول عناصر جدول السعوديه اعرضها لي في الليست بوكس، حط لي الاول دوت نيم السعوديه كابيتال ها الرياض، وليكن تقريبا على ما اعتقد الرياض هي الكباسيتي، تمام وهكذا خلاص. طيب تعالى هقول له هنا، هنا هيحط الاندكس، هناك الاندكس عن طريق ايه؟ اسماء، والقيمه اللي جوه الطريق الايه؟ ها الايه القيمه
يعني القيمه اللي بره. طب واحد يقول لي يعني اظنه بالانجليزي كابيتال، هو عارف يعني ايه كابيتال؟ طب تعالى نجربها كده بعدين نجرب. عايز احط القيمه بتاع دي، تمام، هاخد اسم الجدول اهو، اخده كوبي بيست، ماليش دعوه يبقى شكله ازاي، واندكسد باي ها اي. ايه ده يا عم الشكل الغريب ده؟ مش ده اسم الجدول الكبير؟ ماشي. وهو اختار وليكن السعوديه، هيبقى ايه؟ واحد. يعني ده بالظبط كاني بالظبط بكتب اهو كي اس ايه ها. ثانية واحدة ألغي بس اللي هنا، ثانية أنا بتعامل مع الإيه؟ مع اللابتوب، فا إيه؟ كومنتس إيتاليك نورمال، تمام؟ أهو كي إس إيه واحد، صح؟ طيب ما هو كي إس إيه الأي، طيب ما هو الأرب ده دوت كذا كي إس إيه ده بيساوي كي إس إيه، طيب عوضت ده لأن أنا ما أعرفش دلوقتي أختار كي إس إيه ولا قطر ولا الإمارات ولا مصر، بس خلاص، تمام؟ هيضيف هنا، تعال نجرب. اهو السعودية، لاحظ نيم كابيتال كابيتال. ايه يا عم ده هو المستخدم هيتعامل معاه؟ خلي بقى بيضيف، المفروض كل مرة اضغط امسح الاول، كل مرة اضغط عليه زي ما خدنا قبل كده اخليه يمسح ايه الاول. ما تحطش دايما في المسح في الفور، اوعى تحط المسح في الفور. ليه؟ اوعى تحط الحاجات اللي بتأثر في حاجات في الفور. يعني لو انت فتحت هنا اول مره تمام هينفذ ويمسح، او لو انت عملت هنا في الاول يمسح وينفذ، طب تاني مره يمسح اللي عمله قبل كده اللي في الفور برضه وينفذ. يعني هي هضيف ايه السعوديه وينفذ، بعد كده يمسح السعوديه والسعوديه ويضيف مصر وينفذ، يمسح قطر ويضيف الامارات وينفذ، يمسح او يمسح مصر ويضيف قطر وينفذ، يمسح الايه قطر ويضيف الامارات وينفذ. يبقى فضل عندك اخر واحد الامارات. دايما ما تعملش في الفور لما تكون ايه متاكد. اهو هقول له هنا كومبو بوكس دوت كلير، تمام، دوت ريزيت قصدي، تمام، بياخد من اسم واحد متغير واحد فقط وهو الايه اسم الكومبو بوكس، تمام تمام كده اهو. تعال نجرب تمام يا اخوانا. طيب تعال نشوف ايه الخطأ، وهنا تعال نشوف ايه الخطأ تاني، وهنا ضاف كل شيء تمام. طيب هنا بيقول لك باد ارجيومنت الاول فين؟ في البيج هوم كومب بوكس اون سيلكت لاين كام؟ خمسة، لاين خمسة، تعال نشوف خمسة اهو. لاين خمسة ما اظنش اللي فيه مشكلة. تعال نعمل ده لو هو ده مثلا اللي هيضايقه. طيب يعني هو كده المفروض لما اختار اسف انا بمسح نفسي، المفروض يا اخوانا اسف، المفروض بس هتفكرون ازاي لعيب مننا. ليست بوكس المفروض امسح الليست بوكس وليس الكومبو بوكس، هيمسح نفسه دوت هنا بقى. خلي بالك دوت هنا في الليست بوكس مفيش ايه ريزيت كذا، في هنا عندك ايه ديليت، في هنا عندك ايه ديليت اهو ديليت ايتم اهو. خلي بالك بقى في الديليت ايتم انت ممكن لا فاكر بياخد منك الاندكس اللي تمسحه، وفاكر في عندك اختيار لو انت عايز تمسح الكل هتقول له ايه سالب ايه سالب واحد، سالب ايه سالب واحد، تمام يا اخوانا. هقول له هنا سالب واحد او المتغير اللي اسمه قول ايتم، قول ليبل او ليست بوكس اسف، قول ايتمز، تمام، سواء المتغير ده خاص بالليست بوكس ده ال بي ليست بوكس قول ايتم او سالب واحد، تمام اهو. طبعا هي ايه هيمسح الكل طبعا، اول اختيار مش هيبقى فيه فاهم، بالتالي مش هيمسح حاجه، تمام اهو. طبعا هو ما بيتغيرش لان هم ستين في كله. طب واحد يقول لي طيب ما تيجي نعمل العكس بقى، يعني ايه بدل ما اضيف هنا الاندكس ده انا احط هنا، خلي بالك احط هنا ده اهو كوم قبله هنا، يعني عملت ايه؟ قلت له طيب الاندكس القيمه حطها قدام المستخدم، وحط لي الاندكس قدام الايه؟ النص، القيمه
قدام المستخدم اهو القيمه، واحط لي الاندكس جوه. على فكره انت ممكن ما تحطش اندكس داتا، اسف داتا، ممكن ما تحطش داتا خالص عادي، تمام. لو ما حطيتش هتبقى نيل. هقول له حط هنا الايه الاندكس، تمام. طيب تعالى اهو، لاحظ مصر كذا. ايه يا عم، وايه ايه مصر وايه 8000؟ انا مش فاهم حاجه، ما تفهمني. طب دي ايه وايه 26؟ ده مثلا عمر مصر 26 سنه مثلا، ايه كايرو مثلا، وايه ايه 80 مليون، تمام. ما هو معلش، هو المستخدم بالنسبه له مش عارف 80 مليون ايه، عدد سكان ولا عدد ولا عدد ايه بالظبط، مش فاهم، تمام. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. طب انت ممكن تعمل في الجدول هنا حاجه بسيطه خالص، خلاص. ممكن تقول لي هنا خلي بالك من دي بقى، هقول ايه الاسم، خلي بالك من دي الاسم مصر، ايه الاسم مصر. طب دي ايه، مش فاهم دي ايه، خلي بس هقول له هنا ايه العاصمه اهو، العاصمه مثلا القاهره، ممكن تحط كده، تمام خلاص كده اهو. يبقى هنا الميم اكتبها يا عم اهو، الاسم مصر، العاصمة القاهرة. طب عمل كده بالظبط، تمام يا اخوانا، تمام اهو، عدد السكان كام؟ 80 مليون مثلا. واحد يقول لي طب انا هتعب كده في كل الايه الجداول، هتعب في كل الايه الجداول. ركز بقى، انا مش هعمل كده في السعوديه ولا في قطر ولا كذا، هعمل تراجع، هخليه زي ما هو عادي اهو، خلاص. هسمي دي مصر اهو، تمام. القاهره مساحه تمساح للعصر اهو كده، تمام كده. وهسمي دي بقى الرياض بقى، احنا عشان بقى ايه، تمام. وهنا قطر اظن برضه، قطر برضه او الدوحة تقريبا، تقريبا قطر. وهنا ايه دبي. خلي بالك من الحتة دي، هعمل هنا جدول عادي خالص، هعمل هنا جدول اهو، جدول خالص اهو. هقول له مثلا ايه هسميه مثلا تمب مثلا اندكس كده، بيساوي جدول، تمام، بيساوي ايه جدول، صح. طيب هقول له نفس ده بالظبط اهو، خلي بالك هاخد ده، خارج من الحته دي، بعرف جدول خارجي خالص. دو دوت نيم اهو، ايه دي دوله جديده، هقول لك لا، هقول له النيم دي يعني الاسم، وكابيتال يعني العاصمه، والكاباسيتي اللي مثلا يكون مثلا عدد السكان، تمام. وهنا عدد الولايات، يعني ايه؟ يعني هاخد الاسم ده مع مصر، هقول له الاسم شرط مصر مثلا، ممكن تحط الشرط هنا، او خلي بالك، او تحط الشرط هنا، او تحط الشرط وانت بتدمج، مش انت بتدمج الاثنين مع بعض، هتاخد الاندكس ده مع الاندكس ده وتحطه بالسترنج، اه ممكن تحط هنا او تحط جوه، خلينا نحط جوه خلاص. يبقى الاسم ده كل لما قابل يجيب النيم، تمام، يروح يجيب لي النيم بتاع الجدول التمب اندكس، هات اسمه اهو. خلي بالك مش انا بضيف ده، خلي بالك مش انا بضيف ده يا اخوانا، مش هنا بقى فين، اه مش انا بضيف ده، صح. طيب الاندكس ده مين؟ اول حاجه يبقى الايه الاندكس ده في العرب كانترز، ان ده هناخد ولكن السعوديه، اندكس السعوديه بقى كام؟ مين؟ طب هيروح وبالتالي نفس الاندكس موجود هنا. ليه انا عرفت انا خدتها كابو بيست ليه؟ عشان نفس الاندكس ده لازم يكون نفس الاندكس ده، نفس الاندكس ده لازم يكون نفس الايه الاندكس ده. تعالى نجرب اهو، مش هجيب كده، هقول له الاول سترنج اللي هيظهر، اقول له مثلا التكست، التكست اللي هيظهر يساوي، بيساوي ايه؟ بيساوي عرب كانترز اهو الاي،
تمام، قبل العرب كانتريز الاي، الجدول ده مفرس عن طريق الاي. ليه؟ اصل الاي هي اللي مثلا هيبقى نيم، هيبقى هيتعمم على ده ويتعمم على ده وتعمم، اسف مش ده، هيبقى ده كله. الاندكس مثلا هيبقى كذا، هيتعمم على، هيبقى مثلا ايه الكابيتال، هيتعمم على ده ويتعمم على ايه، على ده كله. تمام، وصلت يا اخوانا؟ تمام، هقول له هنا ملصوق ب، ده هيرجع بسترنج اهي ملصوق ب نقطتين فوق بعض، وقبلها مسافة، لا ده ما عملت ترقيم يبقاش قبلها، بعدها مسافة. تمام، اهو ملزوق به الاسم ده، القيمة دي كلها. تمام، ممكن تعمل هما الاتنين مع بعض هنا اهو، ممكن تقول له بالظبط اهو. تمام، مش احنا كنا هناخد ده قط ونحطها هنا وننزل ده، طب ما تحط ده كله اهو. وصلت يا اخوانا؟ اهو وصلت. تمام، القيمة دي هتبقى دي، تعال نجرب ونشوف. لاحظ الاسم، العاصمة، عدد السكان كذا، العاصمة، الاسم اسف السعودية، عدد السكان كذا، العاصمة كذا. ايه ده، مفيش ترتيب، يعني ايه انت كده بتضيف الاسم، عدد السكان، العاصمة؟ طب هو مش المفروض كنت بعرف العاصمة قبل الرياض، العاصمة قبل عدد السكان؟ هلا مش انت مفهرس هنا؟ لو سمحت خلي بالك، لو انت رجعت حصة الجدول انت مفهرس هنا عن طريق ايه؟ ها الاندكس، فاكر لما قلت لك اللي عن طريق الاندكس ما بتحط زي ما هو، بتحط ايه؟ خلي بالك بالنسبة للكاب بيعتبر قبل الكابيتال. ليه؟ هما الاثنين مشتركين في الثلاث اول حروف، لانه بيرتب ترتيب ابجدي. اول شيء الان، اول شيء الايه الان، بعدين هروح للايه الكابيتال، بعدين الايه الكابيتال، بعدين الجو. تمام، وصلت يا اخوانا؟ تمام، اظن كده بفضل الله خدنا مثال كويس. طبعا لو احط مصر اقول لك اسمه مصر، العاصمه 80 مليون مصري او قبطي، لان كلمه قبطي تطلق على المسلم وعلى الغير مسلم او النصراني. تمام يا اخوانا، القبطي تطلق على المسلم وعلى غير ايه مسلم، فمن الخطا ان احنا ايه نخصص بس الايه الاقباط بالايه، فانا قبطي مسلم وغيري قبطي نصراني. تمام، او النصراني قبطي نصراني، فايه اي مصري هو قبطي. تمام، هنا قطر، حتى السيدة ماريا القبطية زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى بعد ما اسلمت كان اسمها ماريا القبطية، اي ماريا المصرية. تمام، حتى كده سموها قبط، اتقلبت لجبت ثم حرفت لإيجبت. تمام، هنا قطر، عدد الولايات 10، هنا الامارات. وصلت اخوانا؟ ممكن بقى تجيب ده كله في الاول، تظبط ده تقول له ريد اوردر، خلوا له رايت. تمام، وهنا برضو يبقى في في الخصائص بتاعته ده برضو يبقى رايت. وكده ممكن تزود اي شيء في الجدول. طبعا ان شاء الله انت اول ما هناخد قاعده البيانات سواء اي ان اي او اكس ام ال او سيكوال، تمام، انت ممكن تعمل تعدل انت بقى، يعني ايه انت مش شرط انت تعدل اثناء البرنامج، لا ده انت انت تعدل في ملف واحد والبرنامج بتاعك يجيب اللي في الملف، انت فاهمني؟ يعني ان شاء الله ده هناخدها في قواعد البيانات. انت بتصدر برنامج على ممكن على قواعد بيانات على دوله واحده، بعد كده تضيف مليون دوله يجيب لك المليون دوله هنا والبيانات كلها، وتضيف مثلا 5 مليون بيان هنا، بس البرنامج بتاعي بقى تقيل في الملايين كده. تمام، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.